يفتح الملعب عند ياسر ابراهيم، جاي جنبه كريم فؤاد اللي بيقرب من الجبهه اليسرى، استلام من كريم، ترجع تاني احمد عبد القادر، حطها بسن الجزمه عبد القادر للخلف عند ياسر، سلم واستلم احمد عبد القادر. رامي ربيعه كابتن النادي الاهلي النهارده غياب 11 لاعب بالتمام والكمال، سبعه مع قائمه المنتخب الوطني منتخب مصر واربعه مع منتخبات بلادهم اللعيبه المحترفين. ادي تتعب على طول عند كريم اللي منطلق ومقتحم وجاي في الجبهه الشمال، يقرب منه طاهر محمد طاهر، يسندوها لعبد القادر، عرضيه هناك في الناحيه العكسيه حسين الشحات، خطيره ممكن جول جول جول. اقل من دقيقه ونص النادي الاهلي يعمل عمل جماعي هجومي في منتهى الجمال والروعه، يعكسوا الملعب هناك عند حسين الشحات. كريم فؤاد تحرك عبقري، انما بص التمريره يا ولد يا لعيب، احمد عبد القادر يقطع كل المسافات والمشاوير، ومن لمسه واحده يلعبها على طول حسين الشحات، كريم فؤاد يحطها في المرمى، النادي الاهلي يتقدم على منية سمنود واحد دون مقابل. يلعب كريم لعبد القادر، يرجع ورا عند ياسر ابراهيم، ياسر الى مصطفى شوبير، تقريبا بنفس الطريقه اللي بدا بيها الدوري فنيا داخل الملعب موسيماني، بيلعب بثلاثه كده قدام شوبير محمد هاني ورامي ربيعه وياسر ابراهيم، ويطلع بقى الاطراف. ادي حسين الشحات من الجبهه اليمين يلعب عرضيه عند وليد سليمان، وليد استلم على صدره انما رجع تاني على وسط ملعبه بعد ما ارتدوا دفاعيا لعيبه سمنود بشكل كويس، عملوا كثافه قدام منطقه الجزاء. عبد القادر، عبد القادر هات وخد حلو، خطير خطير، ممكن عبد القادر، جول جول جول. الدقيقه التاسعه احمد عبد القادر الهدف الثاني للنادي الاهلي. يبقى كريم فؤاد في الدقيقه الثانيه، احمد عبد القادر في الدقيقه التاسعه، ثنائيه اهلاويه، الراجل بمهاره خد الاثنين كده ودخل منطقه الجزاء، واحد والثاني والثالث، وعملها له بسن الجزمه، مفيش احلى من كده حسام حسن عشان يسجل بكل هدوء احمد عبد القادر هدف النادي الاهلي الثاني. كان جايب 9 اهداف الموسم اللي فات بقميص نادي سموحه احمد عبد القادر، والنهارده هو بيعمل الحركه الهجوميه مع زمايله ويسجل الجون الثاني. الجبهه اليمين محمد سعودي، محمد سعودي لعيب كويس قوي على فكره، محمد سعودي ده كانوا جايبينه من نادي المنصوره ومسجل لهم 3 تجوان في دوري القسم الثالث، انما لغايه دلوقتي موقف حركته تماما كريم فؤاد. اهو محمد سعودي اللي مايل دلوقتي على الجبهه الشمال الدفاعيه للنادي الاهلي، تتلعب على طول تاني من محمد هاني الى حسين الشحات، لمحمد هاني اللي بيقرب من ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، يفتح الملعب لياسر، ياسر بيدور على حد يسند عليه، جاله حسام حسن ويهرب من الرقابه في وسط الملعب، حسام قصيره ملعوبه عند رامي ربيعه، رامي يمشيها لقدام الى طاهر محمد طاهر، ادي رامي ربيعه بيقدم ادوار حمدي فتحي لما يلعب حمدي ليبرو مقلوب، ادي عمار، عمار خطير عايز يدخل ال 18 انما طلع الدفاع مره ثانيه الى ديفيد جيم، ديفيد جيم يسيطر على الكره كويس ويعمل الكنترول، يجي له سعودي يلعبها له، تمريره لقدام جامده على محمد خالد، انما مباراه بدات تبقى كويسه، يعني اول 6-7 دقائق لما الاهلي سجل هدف وبعدين الهدف الثاني كمان في الدقيقه التاسعه قلنا هتمشي في اتجاه واحد. الاهلي عامل السيطره الكامله، انما الجون اللي جابوه هيديهم ثقه لعيبه منية سمنود، الهدف اللي سجلوه في الدقيقه 12، وصلنا هول 19 دقيقه، تقدم للاهلي بثنائيه كريم فؤاد واحمد عبد القادر، تمريره اماميه، حسين الشحات منطلق يلحق قبل خط المرمى، خطيره، جول جول جول، عرضيه حلوه يخلصها بشياكه حسام حسن، الهدف الثالث مع الدقيقه 19. يبقى ثلاثيه اهلاويه، حسين الشحات الجبهه اليمين هي اللي بتترجم دلوقتي هجمات النادي الاهلي، ومرتين يقدر يكون هو مصمم الهجمات في الاجوان اللي سجلوها. ادي اللعبه اللي اتعملت حلو من ربيعه، اللي لسه بتكلم على ادوار ربيعه لما ينطلق ويتحرر من الخلف للامام في طريق الثلاثه في المنطقه الدفاعيه اللي بيلعب بيها موسيماني، ويبقى هو بدايه الهجمات. المساحات كلها بقى موجوده في الطرف اليمين، عملوها اكتر من 3-4 مرات في مواجهه اليوم. رامي ربيعه، استلام من رامي ربيعه الى عبد القادر، احمد عبد القادر، ياسر ابراهيم، مره ثانيه رامي ربيعه هناك في اتجاه حسين الشحات، قصيره ملعوبه لعمار، عمار يسقط جوه 18، يا ولد يا لعيب، جول جول جول. ايه يا ابن سن الجزمه ده، طاهر محمد طاهر هنشوف فيه رايه ولا ايه، انما جول
جول في منتهى الجمال والروعه، طاهر محمد طاهر عملها الراجل زي الجراح، انما بص شوف التمريره بلسم من عمار حمدي، وطاهر رايح وخد المدافع محمد ممدوح وعملها بوش رجله الخارجي كده. ايه يا ابن الجمال ده؟ مش بسن الجزمه، لا وش رجله كده. وليد سليمان يزقها حلوه، يعكس الملعب يا ولد يا لعيب، من عبد القادر لرامي ربيعه، رامي تاني يعكس في اتجاه كهربا، ولكن المره دي جامده الى ضربه مرمى. 4-1 للنادي الاهلي. تجربه وديه بعد 5 ايام راحه سلبيه بعد لقاء القمه، ريح لعيبته موسيماني وجهازه الفني، والنهارده هوت بعد ما خاض تمرينتين الخميس والجمعه يلعب لقاء تجريبي يشوف فيه اللعيبه اللي ما كانتش بتشارك بشكل اساسي في الاسابيع اللي فاتت. رامي ربيعه يستلم مره تاني، تكتل قدام 18 عبد الغني عمر، تتلعب كهربا يا ولد يا لعيب، جول 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 كهربا، كهروب كهروب كهروب، الهدف الخامس كهربا بعد نزوله مفيش بدقيقتين يسجل الهدف الخامس، يبقى كهربا الهدف الخامس في الدقيقه 43. الاهلي خماسيه على فريق منيه سمنود، ادي اللعبه اهي، وادي حسين الشحات تمرير النهارده. حسين الشحات مفيش احلى من كده، تمريرات ايه وحلاوه ايه، تقريبا 4 تجوان من الخمسه، كل الاسيستات ديت من عند حسين الشحات، ملك تصميم الهجمات وملك الاسيستات حسين الشحات النهارده في مواجهه اليوم. تلعب الكره تاني ياسر ابراهيم، ياسر على وسط الملعب، حسين الشحات يسندوها لعبد القادر اللي موجود في الدايره دلوقتي، الادوار اللي كان بيقوم بيها عمار حمدي قبل اصابته وخروجه في نهايه الشوط الاول. محمد هاني يلعب على طول تاني الكريم، حلوه العرضيه يا ولد يا لعيب، طالع لفوق يا ولد يا لعيب، حسام حسن جول جول جول، الهدف السادس للنادي الاهلي. دخلنا في ليفل جديد، ليفل السداسيه بعد ليفل الخماسيه، 6 للنادي الاهلي امام منيه سمنود. حسام حسن بيسجل تاني اهدافه في لقاء اليوم. يبقى الدقيقه 58 حسام حسن كان سجل جول في الدقيقه 19، يبقى سجل الثالث والسادس. انما النهارده حسين الشحات لازم نتكلم على صناعه اللعب وصناعه الهجمات اللي عملها لزمايله في اهداف اليوم، 3 اهداف من الخمسه اللي كانوا في الشوط الاول كلهم عن طريق حسين الشحات، وادي العرضيه الحلوه اللي عملها كريم فؤاد والارتقاء الاحلى من حسام حسن. رامي قصيره عند طاهر، احمد عبد القادر بيدور على كهربا عايز يمشيها له، انما يقطعها في السكه ماهر جدالله من الخلف للامام، رجب عبد العزيز يلعبها في وسط ملعبه، بيطلب الكره ياسر داوود، فعلا اهوت ياخدها ياسر اللي بيشتغل في الجبهه الشمال دلوقتي وعايز ينطلق لقدام، ملعوبه مره تانية ترجع لورا عند رامي نصحي، رامي اماميه في اتجاه عمرو غازي، انما بودي هو اللي بيقرب عايز غير اتجاه اللعب، بودي رقم 15 ياخدها الدفاع، ادي تمريره اماميه يضربوا بيها المنطقه الخلفيه، حسين الشحات ممكن جامده يشمعها في سقف الشبكه، سباعيه اهلاويه، حسين الشحات يسجل 7 الاهداف في لقاء النهارده ويكمل المجهود اللي عمله بالتهديف في الدقيقه 86. يبقى حسين الشحات بيسجل مع الدقيقه 87، حطها جامده انما تمريره حلوه، قلت ضربوا بيها الخط الخلفي بالكامل، ادي اللعبه من اولها، وادي حسين والكره جايه له، واخد القرار سندها وحطها، ما يقدرش يعمل لها اي حاجه الوكيل، جول 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 للنادي الاهلي.